شو بقى كمي؟ مو جاييني نوم. وضعك مو عاجبني، شو صاير معك؟ عم فكر بأبي. أبوك من سنين لا حس ولا خبر، مثل ما قلت لك اشتراه تحسين، بعدين سفروا وما عدنا سمعنا عنه شيء. وخالي شو جابه عبالك الله يرحمه؟ لا لا، خالي الثاني تحسين؟ هذا ماني مستعد فكر فيه ثانية واحدة. بالعكس، هذا اللي لازم ما تنساه أبدا. ماما بترجاكي تركينا من سيرته. طيب نعم، هلأ نعم. ماما ما قلتي لي شو؟ خالي شو بو؟ ليش ترك البلد؟ ما بعرف، سافر قبل ما اجي انا لهون. طيب ما اتصل؟ ما كتب رسائل؟ ابدا. وين سافر؟ الله اعلم. يا ترى لساته عايش؟ كمان الله اعلم. بس انت ليش كثير عم تفكر فيه؟ ما تكون انت كمان لا 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 ماما اطمني، ما عم يخطر لي اي شيء من اللي ببالك، بس كنت عم فكر شو صار مع السلم؟ وين استقر؟ هذا اذا لساته عايش، تجوز ما تجوز، اجا اولاد، رح نشوفه ولا ما رح نشوفه؟ ماما قد ايه صار له غايب؟ شي 25 سنة. ولا علم ولا خبر؟ أبدا. جدي كان السبب ما هيك؟ يمكن. كان ظالم؟ بالعكس، آخر حياته كان مثل الطفل الصغير. طيب ليش خالي ترك البلد لكان؟ قلت لك ما بعرف، بس اللي بعرفه إنك ما لازم تفكر مثله. إذا عندك هيك أفكار. ماما صدقيني ما في هيك أفكار براسي. طيب نام حبيبي، يلا تصبح على خير. وانت مع الخير. شو ميساء، في مواعيد؟ طبعا في مواعيد، واول موعد 8:30. طيب يعطيك العافيه. نادر وينه؟ نادر. ايوه الحقني على المكتب. حاضر تحسين بيت. يا ابو حيدر هنا هو المكتب. ماما روحي اقعدي. بدي اجيب الاغراض. جبتهم كلهم. طيب هاتي لشيء عندك. لا خلي عنك، اقعدي ارتاحي. ابراهيم الله يخليك، خذ عني هذا الشيء. نعم مروان ماشي، انا بصب لك 20 صحن زيتون صار قدامي. انا بصب. ماما بدي تجيب لك شيء من السوق وانا جاي من الوظيفه. لا ما سلام. مروان فنجانك. شو قصتك انت؟ نعمه انت؟ حيويه زايده. اي سلام. كله مروان، ليش ما عم تاكل؟ يلا عادي لشو والله هلا. لا معلش انا بدي اروح على الشغل.
بالك هلا بروح. لا تاخرت كثير. طولي بالك هلا بروح انا وياكي. خلص اتركها اتركها اتركها. يلا خاطركم. نعم سلام. شبه شو جلي؟ لا خجلان. من شو خجلان؟ في شاب بده يزورنا. شاب؟ يعني بدها تنخطب. أنا قلت له يزورنا يوم الخميس، مشان هيك ما بدي حدا منكم يغيب يوم الخميس المساء أبدا. إيه؟ ملعونة. ومين هذا الشاب؟ ما بعرف. هاي مهمتكم أنتم بقى، خصوصا مهمتك أنت، أنت كبير العيلة. إيه؟ إذا كان ابن حلال ليش لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله، أنت بدك تشوف الشغلة. يا أبو طارق، كم مرة قلت ما في داعي لكل هدول الغسالات هون؟ شو لي أهلا فيك؟ أهلين يا بي. بكره بتشيل ياهم هدول على المستودع. نخلي هون عينة تنتين. بعدين هذاك الرف لازم يترتب شوي. واللي فوقه كمان. خلاط اللحمة هديك بتشيلها لهنيك. وهون هذا الرف الفوقاني لازم يترتب أكثر من هيك. خير يا بي؟ عم يوجعك شيء؟ عيوني عم يغبشوا. يا بي. قلت لك أنت ارتاح. ريح لي حالك شوي، ترك لي الحسابات والمحل إلي، أنا بشتغل محلك، ولو ارتاح شوي يا بي. قل له مثل ما بدك، أخي أنا زلمة مو هامني، مو فارقة معي، نحن هون دائرة حكومية ما مقطع خاص. طيب، الله معك، مع السلامة. ادخل. استاذ ابراهيم السيد مدير بده اياك. ايه طيب. وانا بدي اياه كمان. نعم يا فندم. حتجوز. انا بتسمحوا لي عندي امتحان بكره. الله ينجيك. موفقة بابا موفقة. شكرا بابا تصبحوا على خير. انت بخير بابا الله معك. حبيبي فهموني لنا في جهاز للتقوية. التقوية اذا كانت خلايا ضعيفة. لكن الخلايا المتبطسة تبقى طرزان. لتقوية الشعر. شعر؟ امال انت فين يا دكتور؟ طب انا بقص شعري بس هو اللي خفيف. انتوا فاتحينها ازاي؟ بابا عطشان؟ لا بابا شكرا. وانت يا ماما؟ لا في ناس بتتعبد الصرف. مشكلة احنا مالنا احنا راجل معاه قشرة عبيطة وتعينها. معلش ازاي يا صديقها منك. ده في ناس مش لاقية حتى ثمن الاسبرين. خليش نعم وفاء. شبه وفاء. شو كمان في عريس جديد ولا في شي تاني؟ لا مسأل بده تشتغل. هذا الموضوع صرنا حاكين فيه 20 مرة. سكوت انت عم بحكي مع ابوك. نحن ما عنا بنات تشتغل. لما بكون انا موجود حضرتك بتسكت. ايوه حاضر يا بي. ايوه شو بدك تشتغل بقى؟ والله انا ما بفهم بهيك شيء. شلون هي ما بتفهمي بهيك شيء؟ وين هي؟ وفاء. وفاء. نعم بابا. بابا شو بدك تشتغلي؟ اي شيء بابا. في مسابقات كثيره بالحكومه. وقديش رح تعطيكي الحكومه بالشهر يا؟ هو مصاريف نورتي. تحرك! بابا ما مهم قديش رح يكون راتبي. حضرتك عم تصرف علي قد 9 رواتب صح؟ بس يا بابا أنا مشان شو تخرجت وتعلمت؟ مشان أقعد بالبيت؟ على الأقل بالشغل بتعرف على الدنيا بتعرف على الناس بشوف الحياة. يعني ماني مقتنع بالكلام كله وماني مقتنع أصلا إنه البنت لازم تشتغل. بس على كل حال شوفي إذا في شي وظيفة أو مسابقة لوظيفة معقولة وخبريني. عن جد بابا؟ عن جد بابا. تصبحوا على خير. وانت بخير امي. بخير بابا الله معك. على كل الظرف. معلش ازاي؟ تعال في ناس مش لاقي حد بالظرف. مشكلة احنا مالنا احنا راجل
راجل معاه إيش؟ شبك شو؟ عيوني هيك، عيوني عم غبسوا. لازم تشوف دكتور. دكتور، الدكتور بيلاقي حل لوجع العيون، بس مين راح يلاقي حل لابنك هذا اللي عم يسرقني؟ شو هالحكي يا رجال؟ اوكل الله. حسبي الله ونعم الوكيل. معقولة؟ معقولة ابنك يسرقك؟ تعرفي شو؟ شو؟ عم فكر انه رح انعمى. فضل قل والله احد. مثل ما انعمى ابي الله يرحمه. وانه ابني رح ياكله الاخضر واليابس. ماشي. بس على مين بدك تلعب ولك خليل؟ على مين؟ أقولك أنا أبو خليل. مع هالشي ماني مصدقة يا رجال. صدقيني لك يا با، صدقي. صدقيني لو طلع بإيده ليحرمك ويحرم أخواته من كل شيء. إيه؟ وأنا اللي ما كان بدي غير صبيان. يا ريت وجع بنت. يا ريت وجع بنت. طول بالك. ولك حتى أولاد أخي. ولاد أخي حرمتهم من اللي إلهم مشان شو؟ مشان ابني يسرقني؟ ماشي الحال، ماشي الحال. فوتي للنام، فوتي. شو بدي أقول لك؟ شو؟ ما عم تتصلي هيك ولا هيك شي بإلهام؟ لا أيوه بصير. ما أنت نبهت علينا إنه ما نتصل؟ لا ما بصير. طول عمرك مرضية، الله يرضى عليك يا مرحبا. إي بس لنا كمان يعني مزودينا شوي. إي مو شوي كثير. قال شو؟ بدهم كل شي. إيه ليش يعني دخيلك هن انتابوا بشي لحتى ياخذوا كل شي؟ لك شو جابهم على بالك يا رجال؟ البيت. نعم؟ بيت ابي الله يرحمه. يو وشو هذا كمان؟ راح يهدوه. يهدوه؟ شلون؟ مين هذا اللي بده يهدوه؟ راح يفتحوا طريق اوتوستراد. يا مسكينه يا الهام. لك الهام مو مسكينة، الأولاد هن المساكين. وبيعرفوا إنه رح ينهد البيت؟ لا، بس يمكن بتصور خلال هاليومين ببلغوهم. آخ 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 آخ. بتعرفي؟ شو؟ ابن أخي. شفته؟ صار شب ما شاء الله عليه. شفته مرتين يعني هيك. ايه من بعيد لبعيد. ايه الله يرحمك يا اخي، الله يرحمك. لك شبك يا رجال؟ ما في شيء، ما في شيء. تصبح على خير. وانت بخير. شو بدي اقول؟ نعم. بالنسبة لوفاء، ايه خففي شوي عنا. البنت صار عندها إحساس مثل ما نكون ناويين نتخلص منها. قصدي العرسان. خلاص تركيه على راحتها، لما بيجي نصيبها بتتسهل. إيه بس يا لا تضلك توزي براسها يعني. ولا أنت ما ملاقي حدا بالبيت تقوي عليه إلا بنتك؟ لا تجاوبيني. تصفي على خير. وأنت من أهلك. طفي الضوء قبل ما تنامي. طيب. يا الله. تفضل. شو لساكي زعلانة مني؟ غيرت علي كثير، ما عرفتك. سافرت لأوروبا، بقيت فترة طويلة هنيك.
اشتغلت بالتجارة و... يعني أموري ممتازة. الله يزيدك من نعمة. شكرا. يعني مثل مالك شايفة الحمد لله حوالي فوق الريح، بس بالنتيجة المصاري ما هي كل شيء. بعتقد فهمت علي منيح. ما هي؟ للأسف لا. مدام الهام. حلوة كلمة مدام. حياتي ما حدا نادالي بهالكلمة من قبل. أنا آسف. ست الهام أنا جاي طالب يا أولادي. ليش أنت إلك أولاد عندي؟ مروان وعبير. هدول أولادي. وأنت أبوهم. ولو؟ طبعا. أول شيء عبير ما نهو تجوزت وسافرت مع جوزها على الإمارات. تجوزت؟ ليش مستغرب كل هالقد؟ يعني بهالسرعة هي؟ شلون يعني بهالسرعة؟ ولا ما بتعرف قديش عمر بنتك؟ أظن إنه ما بتعرف. مروان كمان مسافر؟ لا مروان موجود، برجع بعد شوي، تفضل استنى. شكرا. ليش عم تضحك؟ لا أبدا ما عم تضحك، بس الغريب بالموضوع إني ما كنت عم فكر فيك ولا كنت تخطر ببالي. نادرا بسأل حالي وينه؟ وينه هالزلمة؟ أنا آسف بس هي الحياة. ليش ما كنت تخطر ببالك؟ ما بعرف. يمكن أمي كانت السبب، ما خلتني بحاجة لأي حنان. بس أمك ماتت وعمرك 7 أشهر. قصدي أمي الثانية الهام؟ ومين غيرها؟ ولو بابا أنا أبوك. شو يعني بابا أبوك؟ إنك خلفتني؟ هاي مفهومة. وبعدين؟ كيف وبعدين؟ وبعدين خلفتني ورميتني. أمي ماتت، أخذني خالي لعنده، خالي مات، ربتني مرت خالي الهام. حضرتك وين كنت؟ حضرتي كنت جوعان. جوعان؟ هذا ما بيبرر انه الاب يترك ولاده. شو الابوه؟ اذا ما كانت الالتزام شو هي الابوه؟ الاب مو اللي بخلف، الاب اللي بيربي، الاب اللي بيشقى وبيتعب مشان ولاده. واللي شقي واللي تعب هي الهام. مروان حبيبي انت هلا معصب، معلش يطول بالك. ممكن يكون معصب، مو بس هيك. تفضل. يسلم وجهك يا مدام. خليكي معه. لا معلش. بترجاكي تطفي. يعني بتاخذوا راحتكم؟ عادي.
على كل حال أنا جيت أسأل عنك، وهلا أجي دورك أنت تسأل عني. بتلاقيني على واحد من الأرقام هدول. عن إذنك مدام، ما في داعي، بعرف الطريق لوحدي. مدام شو ما تفهمت معه؟ على شو نتفهم؟ على شو؟ يا ترى تصرفت صح؟ شو هي الأبوة؟ فجأة بيجي واحد بعمرك ما شفته بيقول لك أنا أبوك، شو بتعمل بهيك حالي؟ شو بتتصرف؟ ترتمي عليه؟ معلش أمي، أنت هلأ معصب، مين عارف يمكن شوي شوي تتعود عليه وتحبه. حبه؟ ممكن هالشي؟ ممكن، ليش لا؟ بعدين أبوك يعني مر بظروف صعبة شوي، مشان هيك فضل يتركك أنت وأختك عنه. ماما أنت شو عم تحاولي تقنعيني؟ أنا ما عم حاول أقنعك بشي، أنا بس عم بشرح لك شو صار. بس أنا هالزلمة فعلا ما فكرت فيه إلا نادرا، على عكس خالي. خالي خالد، رجعنا لخالك خالد؟ مع أني ما بعرفه، بس ما عم بقدر بنساه. بالعكس، هذا اللي لازم تنساه. ما عم بقدر، ما عم بقدر. بدي أعرف ليش ترك هالبلد، لوين راح، شو عمل، شو شاف، لوين وصل بالحياة، شو اللي كان بده إياه وشو اللي حققه. أمي برضاي عليك تنساني حكاية السفر هاي. ما أنا عم فكر بالسفر، أصبح فكر بأبوك. إيه شو بعرفك يعني، احكي معه، حاول تشوفه، مين عارف يمكن. نحلي اجيت. خير، كيف امتحاناتك بالاول؟ تمام الحمد لله، ممتازه. يلا امي اتركني اكتب شوي يربع عليك. شو ما بدك تشوف خطيب اختك؟ وصل؟ ايه قاعد مع ابراهيم بغرفه الضيوف. ايه طالما ابراهيم موجود انا شو بدي اعمل؟ لا امي، اثنين احسن من واحد. ليش وينه مروان؟ ما اجى لهلا. يلا امي برضاي عليك. حاضر، بس انت ما رح تجي؟ هلا بعد شوي بيجي. الو، ايوه انا موجود كل الوقت بالبيت وعم انتظر منكم تليفون تاني. اكيد ها، والله معكم، مع السلامه. انا اسف اخي احمد، بسيطه، الواحد حتى بالبيت ما بيقدر يتخلص من الشغل. شرفته، اهلا وسهلا. الله يزيدك شرف. تفضل سيد احمد. انا لهلا ما قدمت لك نفسي، انا ابراهيم اخو نعمه، يعني ولي أمره، بس طبعا الكلمة الأولى والأخيرة لنعمة. بصراحة لهلا ما حكيت مع نعمة لأنه عندي رغبة إنه نتعرف على بعض. أنا بيسعدني إنه نتعرف على بعض، بس يعني ما بعرف شو اللي بتحب تعرفه عني، قصدي يعني. أهلا وسهلا. أهلين. أهلين، يا هلا. الأستاذ أحمد عمر أخي. يا أهلا وسهلا، تشرفنا، تفضل. فهمت انه حضرتك بتشتغل مع نعمة بنفس الشركة.
نعم صحيح. يا ترى خدمت جيش؟ لا أنا وحيد، كان لي أخ بس استشهد بالحرب، يعني ما عندي خدمة. تعيش أنت العمل لك. شوب ها؟ أي شوب. يا ترى عندك بيت؟ أي عندي، ساكن أنا وأمي، بس يعني ممكن دبر بيت تاني إذا ما عندها رغبة تعيش مع أمي. لا ليش؟ بالنسبة لنا ما في عنا أي مطلب، وما بظن لنعمي كل مطلب من هذا النوع. ماما أهلين. يا أهلا وسهلا، حصلنا الشرف. الأستاذ أحمد. أهلين، تفضل. التلفون اللي بظن. ألو؟ أيوة مين؟ أيوة موجود. مين؟ ما بعرف. ألو؟ أي أنا عمر. أهلين أهلين عمر. مين؟ إيه ليش لا؟ مثل ما بتحب. لا ليش يكون عندي مانع؟ مثل ما بتحب عمر. مع السلامة. مع السلامة. تنسلم لي على خالتك زينة. عمو تحسين مو عمو صلاح. شو بده؟ ماما مو وقت الحكي هلا. شرف سيد أحمد. الله يزيدك شرف. حدا بس انه هيك قاعد يفوت على غرفة. صباح الخير ماما. شو بده منك؟ مين؟ تحسين. قلت لك ما بعرف شو بده. اكيد في لعبة جديدة ناوي يلعبها. ماما يلعب ما يلعب انا ماني ولد صغير. يعني رح تروح تشوفه. ليش حتى ما اروح؟ لانه سرقك وسرقني، سرقنا كلنا. انا مو نسيان انه سرقنا، بس بضل عمي. لك تخلى عنك من قبل ما تولد، ما تعرف عليك بقرش واحد ولسه بتقلي عمي؟ يعني شو بتقترحي؟ انه ما يشوفه؟ بقترح انه ما تضلوا ساكتين. طيب شو نعمل؟ تقلبوا الدنيا على راسه. يعني نروح ونضربه؟ ايه ليش لا؟ ماما عارفاني شو نتيجة هيك شغلة؟ عارفاني شو يعني نروح ونضربه؟ ما بتهمني النتيجة، بهمني نحصل حقنا. ماما البلد فيها محاكم وشرطة، بعدين ما فكرتي واحد سهل؟ لا ستي، إذا كنتي عم تفكري هيك فأنتي غلطانة، غلطانة كتير. بعدين بصراحة أمرك عجيب اليوم. كل عمرك وانتي بتطالبينا إنه نعامل الناس بهدوء وأخلاق، وفجأة بتجينا من الصبح بدك يانا نقوم ونضرب. شو صار؟ حضرتك وين كنت مبارح؟ خير. أنا ما قلت إنه الخميس المساء ما حدا يغيب؟ طيب كان عندي شغلة ضرورية واضطريت اتأخر. شو تفركشت الخطوة؟ شو بها معصبة من الصباح؟ نامي شو القصة؟ ما بعرف. تفركشت الخطوة؟ لا بالعكس. طيب عجبهم الشاب؟ ايه هيك الهيئة. ايه مبروك. الله يبارك فيك. طيب قليلي ليه زعلانة امي من الصباح؟ ما بعرف. نشاني أنا؟ لا ما بعتقد. لك؟ أنا فعلاً ما بعرف. هلا مشان الله فهموني شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ أنت ماشي على الشغل؟ إيه. تعال أنا بحكي لك. قومي نعمي. شكرا اسلام. شو في يا رجال؟ عم فكر. ايه لا صار لك كم يوم وعلى بعضك.
بشو شاريت؟ ام اخي يو شبو ظاهر ظاهر اني ظلمته هو واخته. عم فكر اني رد له شيء، اني اكسبه، اني يكون مثل ابني. يعني شو ابني وشو ابن اخي؟ بتعرفي؟ عم فكر انه بلكي بجوزه هيك وحده من البنات. ايه والله يعني مؤدب ومهذب وابن حلال. يعني بشتري له هيك شقه تكون محترمه وببعته يكمل دراسته باوروبا او بامريكا، اوف ما بعرف، حاسس بذنب كبير تجاه الولدات. بالمناسبة جاي بعد بكرة يزورنا. يو اميد اهلا وميد سهلا. نسيت اقول لك انه اتصل عمك صلاح. يا لطيف شو اني قليل ذوق، كنت وعد امر لعنده امبارح وجيب له الدواء. بس ما قال لي انه مريض، عنده شوية ارهاق. بس انت شبك ماما؟ أنا أسفة إني صرخت عليك. ماما أنا ماني زعلان، وإذا بدك ما أشوفه ما بشوفه. بالعكس. شو اللي بالعكس؟ لازم تروح تشوفه. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. لازم يعرف إنك صرت رجال، وإنه إلهام عرفت تربي، وإنه هو لوحده خسران. بس بدي منك شغلة تانية. أخوك مروان مو عاجبني وضعه، بدي إياك تضل جنبه. لازم كلياتنا نضل جنبه. معلش خليه عندك، بلكي طلبوا تحسين بيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا يا أنسي. أهلين. تحسين بيك موجود؟ في موعد؟ الحقيقة لا. آسف. ممكن تعطي الكرت لو سمحتي؟ لو تكرمتي هلا بيكون احسن، طبعا اذا ما في ازعاج. سهلين يا مولا. السلامة. الله يسلمك. كيف صحة؟ الحمد لله. شكرا يا ميساء. تليفونات ما بدي. ها حاضر. تفضل تفضل. شكرا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وينك انت؟ بعد زمان طولت الغيبة. على فكرة انا كنت دائما اطلعت اخبارك، مرة بآسيا، مرة بأوروبا، مرة بأمريكا، مرة بأفريقيا. ما شاء الله عامل ابو بطوطة. الله يتم عليك. يا سيدي هات لنشوف، احكي لي شو اخبارك، شو مشاريعك، شو عملت. الحقيقه تحسين بيك انا كان عندي مشاريع كثيره، بس ولكن حبيت بالاول مر لعندك واطمن عنك طبعا واعطيك الامان. شو ها؟ انا مديون لك فيه. انت مدين لي ب 200 الف ليره؟ وأكثر تحسين بك. إمتى وكيف وين؟ تتذكر آخر مرة شفنا فيها بعض؟ طبعا بتذكر، بالمكتب القديم.
تتذكر انك وقت اعطيتني مبلغ؟ يمكن. لا مو يمكن، اكيد. وطبعا لولا هذا المبلغ اللي اعطيتني اياه حضرتك اكيد ما كنت قدرت سافرت ولا كنت قدرت جمعت هاي الثروه كلها والحمد لله. ولو سعيد بيك نحن بيناتنا حسابات. ارجوك ما بحب اترك شيء بزمتي ابدا. لا بس يعني هيك انت عم تحرجني يعني. لو سمحت. ماشي على راحتك. وهلا بتسمح لي عن اذنك؟ لوين؟ بكير. الحقيقة في عندي أكثر من شغلة لازم أخلصها قبل ما أسافر طبعا. لسه رح تسافر؟ شغل يا تحسين بيك، شغل ما بيرحم. يا سيدي الله يعطيكم العافية بس يعني لسه ما حكينا شيء. إن شاء الله قبل ما أسافر بمر لعندك لهون على المكتب وبنحكي. أكيد ها؟ بوعدك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سعيد بيك شرفت. تسلم. والحقيقة تحسين بيك أنا كنت كتير سعيد بهاللقاء. مكتبك يا ميت أهلين وسهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وهي الشاي، تفضل. يسلموا إيديك. بدك مني شي تاني؟ ليش؟ وين رايحة؟ يعني وين رايحة؟ طالعة أشتغل بزريعة اللي على البلكون، صار لي زمان كتير ما اعتنيت فيها. ماما بوسينا افتحي الباب. على كل حال إذا بدك شي ناديني. ناديني. مرحبا. يا اهلا عمر، كيفك؟ اي اجاك عمر؟ تفضل. مرحبا عمو. كيف احوالك؟ اهلين عمو. ما شاء الله وشك منور لي. يبدو فعلا شوية ارهاق. شرف عمو. اولا عمو انا اسف اني خلفت بوعدي. قبل ما تكمل انا ما اتصلت فيك الا مشان اطمن عليك لاني بعرفك ما بتخلف بوعدك. مزبوط. بعدين قلت لحالي لا سمح الله ليكون صاير معه شيء. بعدين بصراحة رح أعملكم شاي. يا ريت والله. بعدين بصراحة بوسيلة صنعت رأسي. وينه؟ ليش ما إجا؟ ليش ما اتصل؟ قلت لها اتصلي. خجلت. تخجل تسأل عني؟ شو أنا غريب عمو؟ أنت مام أبي. قلت لها هالكلام وهي بتعرفه منيح. بس يظهر إنه البنت كبرت يا عمر. لا تنسى إنه صارت بالجامعة. فعلا كبرت. سبحان الله. امبارح كانت قد الكمشه. بس فعلا عمو انا ما بعرف كيف نسيتك. ترى ما في شيء غير موال الامتحانات. على كل حال هي الفيتامينات اللي وعدتك فيها. بعدين عمو مو ضروري تخلص الورق بيومين. الطلاب بتستنى، ما في مشكله يعني. وصحتك بالدنيا. على كل حال عمو لازم تنام 8 ساعات يوميا، هي ما في مجال. وكمان نام لك ساعه بعد الظهر، شو بصير؟ اتفقنا عمو؟ فعلا كبرت. سبحان الله. امبارح كانت قد الكمشه. شوف وهذا المحبس حلو كمان. ايه هذا الي وهذا الك. فعلا حلوين. خلينا نشتريهم. بس اخواتك لسه ما عطوا كلمتهم الاخيره. اخواتي موافقين، صرت قلت لك هذا الكلام 20 مره. عاجبتهم صراحتك وتواضعك. أنا وأمي وأخواتي تناقشنا مبارح بالموضوع، جماعة موافقين مثل ما عم قلك لك، شو عم ننتظر؟ خلينا نشتريهم. تكرم عينك. بالله لو سمحت. أهلا بكم. إيه تمام. هذا وهذا. تفضلي إيسا. تفضلي إيسا. تمام. مبروكين. شكراً. شو؟ ما عم تقدر تتفاهم معه؟ ما عم بعرف شو بده مني. يعني والأب شو بده من ابنه؟ يضل أبوك؟ أبي؟ هذا ما كنت حاسب حسابه أبداً. بس بغير حساباتك. أنت هيك عم تحكي؟ يا أمي بيضل أبوك. ناوية تتخلصي مني ما هيك؟ بدي تتخلص من هالأفكار السوداء.
بدي تنسى خالك اللي هرب. مرحبا. أهلين يا هلا. الوالد موجود طبعا. ليش طبعا؟ لأني جاي على موعد. هو فعلا موجود، بس مين قال له؟ يعني مين حضرتك؟ أنا ابن عمك. نعم؟ قولي له عمر ابن أخوك. أخيرا؟ عفوا. تفضل تفضل. تفضل 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 صريح، ليش واقف؟ تفضل. بس لحظة، دقيقة لخبر بابا، دقيقة بس. بابا ليك؟ إيه بابا إيه. أهلا وسهلا أهلا وسهلا خطوة عزيزة يا عمر. أهلين عمر. أهلين وسهلين يا ميت هلا. تفضل تفضل عمر تفضل. ولا قال لك شو رأيك نقعد بجنينة؟ بيكون أحسن. ها؟ مثل ما بتحب. بابا إذا حدا اتصل فيي أنا بجنينة أنا وابن عمك، إيه؟ ماشي. تفضل. ولك تعي تعي كيف لقيت ابن عمي؟ شلون كبير صغير حلو شو طلع فيه هلا شخصية مثل أبوكي؟ إيه بعد أبوكي يعني هلا طلع فيه كيف حكى؟ هلا عادي شو بدك تحكي؟ وينهم هن؟ برا بالجنينة. يعني هلا ما في حدا؟ لا ما في حدا. إيه والله. إيه تعي كملي لشوف. شو يا؟ شو بكم متجمعين هيك؟ وينه أبي؟ بجنينة. شو عم بيساوي بجنينة؟ عنده ضيوف. ومين هدول الضيوف؟ ضيف عزيز. ومين هو الضيف العزيز؟ عمر ابن عمك. أيوة. شو بده هذا الثاني؟ لك امي تعال، ما بده شيء، ابوك هو اللي بعت وراه. لك لوين؟ لك يا امي لوين؟ لازم اعرف شو اللي عم بصير بجنينه. لك يا امي برضاي عليك اهدى شوي ولا تعمل مشاكل مع ابوك. طيب سعاد اعملي لي كاسه شاي. ماني فاضي، عندي دروسي. كله؟ ما عدتي سمعتي الكلمه؟ لك هاي الجامعة تبعك لخليكي تتركيها. لك يا أمي يا أمي قلت لك برضاي عليك اهدى وبلا تعصيب. شو بدك؟ تعال شوف بدك شاي؟ أنا رح أعمل لك شاي. لك إذا ما بدبرك يا سعاد. شو بك أنت على الطلعة والنازل بتضلك تهدد فينا؟ شو عم نشتغل خدامات عندك؟ لكن مالكم خدامات؟ لا سيدي مالنا خدامات. فقوس إيديكم بس خلصتن بقى. طيب يا وفاء إذا ما بدبرك أنت وأختك اللي بيطلع بإيدك تعمله. وامتى رح ينهد؟ قريبا، يمكن خلال اسابيع بتصور. شو طالع بدنا نعمل؟ يعني عمو انا حبيت احطكم بالصوره مشان تاخذوا اجراءاتكم. يعني بالمناسبه شو اخبار الشقه؟ اي شقه؟ شقه المرحوم ابوك اللي بساحه النجمه. موجود؟ يعني ما تصرفتوا فيها، ما بعتوها، ما اجرتوها؟ لا ابدا، مقفوله والمفتاح معنا. كثير عظيم، أنا برأيي معناتها تبلشوا تجهزوها من هلأ. شو الشغلة جد معناتها؟ للأسف جد، لأنه بيوت كثيرة رح تنهد. ما سألتك قهوتك كيف تشربها؟ أبوك المرحوم كان يشربها بلا سكر. أنا مو مثل أبي. يعني حلوة؟ سكر زيادة. ولقلك ليش القهوة؟ خليك هون ومنتعشى سوا بفرد مرة، شو رأيك؟ شكرا عمو ما بقدر اتعشى، لأنه أمي ما بتتعشى قبل ما أرجع، لذلك مو ناوي أتأخر. هي ما بتعرف إنك هون؟ بتعرف. خلص يعني بضل بالها مشغول. هي بتعرف إنك هون وبضل بالها مشغول؟ قلب الأم. طيب عمو هاي التليفون اتصل. معلش عمو لازم أرجع لأنه عندي دراسة، بعرف الامتحانات وهي آخر سنة. اها وكيف شايف في حالك بالامتحانات؟ تخرج ان شاء الله. ايه ان شاء الله يا رب. وبعد التخرج عمو؟ بدي اتخصص. شو؟ جراحة. وين؟ هون. ما بعتقد احصل على منحة للخارج. وليش المنحة؟ كيف ليش المنحة؟ شلون بدي اسافر لك؟ مين راح يدفع كل المصاريف؟ انا عمو انا. انت؟ ليش؟ شلون ليش؟ مانك ابن اخي؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ شلون ما بتعرف؟ لا لا عمو لا بدك تفهمني شلون ما بتعرف؟ يعني طالما اني ابن اخوك ليش ما تذكرتني غير بعد ما صار عمري 25 سنة؟
امك هي السبب. كل الحق عطل يا. نعم؟ ما في شيء. بس انا كنت متوقع انك تحط الحق على امي. بس بدي اسالك عمو. امي منعتك تسال عني ولو بالعيد مثلا؟ منعتك تسال عن بنت اختك اللي تجوزت وسافرت مع جوزها يشتغلوا بالامارات؟ منعتك تسال عن بنت اخوك اللي راح تنخطب عن قريب؟ انا بقى ما عندي رغبه حتى الحق على امي. لكن انا قتلت اخي انا؟ لا اله الا الله. هلا بتعاقبنا كلنا طول العمر على كلمه حكتها امي بلحظه غضب. بصراحه انا ماني مقتنع انه الحق معك. بعدين بدي اعرف ليش طلبتني. اذا طلبتني مشان تقنعني انه امي محقوقه فاكيد عم ضيع وقتك ووقتي. اما اذا طلبتني مشان تعرض علي مساعده ماليه تساعدني ادرس بفرنسا وامريكا والمانيا فانا بشكرك على الكرم انما بعتذر عن قبول هيك عرض. ليه؟ هي انا بسميها رشوه. رشوه؟ انا بدي ارشيك؟ مشان شو بدي ارشيك؟ مشان اسكت. تسكت؟ عن شو بدك تسكت؟ عن ترك جدي. جدك ما ترك شيء. قصدي ما ترك شيء محرز. امي بتقول غير هيك، مو بس امي. ناس كثير بيقولوا غير هيك. على كل حال انا بشكرك على الدعوة. وبشكرك على القهوة اللي ما شربتها ولا رح اشربها لاني ماشي. بس قبل ما امشي بحب اقول لك انك بهالطريقة ما عم تلم الشمل. بالعكس عم تزيد العداوة. بدك اني اختلف مع امي والبقية. فإذا هيك عم تفكر فعلا اسمح لي اقول لك انه خطتك ما بتمشي معي. أما إذا ناوي تلم شمل العيلة ونعترف فيك عم إلنا وكبيرنا كبير العيلة فلازم تلاقي حل جذري للمشكلة. والحل الجذري بكل بساطة إنك ترجع لكل واحد فينا عن اسمك. أنا فرجيهم ما عادوا سمعوا الكلمة بنوب. لك يا ابني يا ابني ليش هيك عم بتقاسي اخواتك؟ أنت أخوهم الكبير اللي لازم تحن عليهم وتعطف عليهم. بكره لما رب العالمين بده ياخذ أمانته مين رح يبقى لهم غيرك؟ ليش ما عم يسمعوا كلامي؟ لك يا أمي المثل بيقول لك الواعي شو بده هذا الأفندي؟ بده حقه. حق شو هذا كمان؟ ما بعرف. وعزيمة العشاء أبو خليل؟ مو وقتها هلا. أنا تعبان، طالع ارتاح شوي. شو بو أبي؟ مانو طبيعي بنوب. قد ايه صارت الساعة؟ مال مساء الخير. شو هاد؟ شو هاد؟ كرة أرضية. شو بكم معصبين؟ تصبحوا على خير. بس يجي عمر بتنزل تتعشى. تعشيت برا. هذا الولد ما عجبني وضعه أبدا. بصراحة أنا شايف إنه ما في حدا عاجبك بهالأيام. لانه في شيء غلط عم بيصير بالبيت. ما في شيء غلط، بس انت شوي عم تكبري الموضوع. هلا كل يلي عم يصير وما في غلط؟ شو بده منك؟ ممكن تهدي اعصابك شوي؟ شو بده منك؟
في خبر سيء. ليش في من وراء غير الأخبار السيئة؟ خبر سيء حاب إنه نعرفه من هلا حتى ما نتفاجأ بعدين. شو؟ رح يجينا إنذار بإخلاء البيت للهدم. وفي شقة تانية غيرها لأختك. ما في داعي تبقى بشنطة هي وجوزها. بيرجعوا لهون وأنا بلاقي له لجوزها شغلة محترمة عندي. شو؟ ما عجبتك الشقة؟ بسيطة منغيرها. بشتري لك واحدة تانية. بالعكس الشقة كثير حلوة. بس ماني شايفك مبسوط. وهي مفاتيح السيارة كمان. سيارة؟ ايه ليش لا؟ بس أنا ما طلبت بيت ولا طلبت سيارة. ما في داعي تطلب. بابا هذا واجبي وهذا حقك. حقي؟ طبعا حقك. وأنت ابني؟ بلى. بلى أنا ابنك. شبك عم بتقوله وكأنك عم تقول لا. بصراحة؟ ايه؟ أنا ما بدي شيء منك. بس أنا بدي. بعدين أنا فعلا مستغرب. في شاب بالدنيا كلها بيرفض بيته سيارة؟ أنا برفض. طب ليش؟ من غير ليش؟ اسمع مروان، بدك ترجع لي يعني بدك ترجع لي؟ بالعاطلة، بالمنيحة بدك ترجع لي أنت وأختك، أنت ولادي وأنا أبوكم، عم تفهم؟ عم بفهم. اسمع مروان، مروان أرجوك اسمعني. بابا أنا صار لي سنين ما عم نام مثل العالم والناس. صار لي سنين ما عم باكل مثل العالم والناس. صحيح أنا أخطأت بحق أمك الله يرحمها، ايه انا بعترف اني اخطات بحق امك الله يرحمه واخطات بحقك وحق اختك، بس هذا ماضي، الماضي انتهى، خلينا ننساه. بابا مروان بترجاك اعطيني فرصه واحده اثبت لك اني فعلا اب حقيقي.